انتهت الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وخلت لحظات التتويج ونقيضها من الخيبة والتأثر لضياع فرصة تحقيق المجد الرياضي. عدسة الكاميرات تركز على التنافس الرياضي في مختلف المضامير والملاعب، وبين ذلك وذاك سجلت أخرى لقطات ومواقف على هامش المنافسات الأولمبية. هيئة غير مبالية حقق بها الرامي التركي يوسف ديكيتش فضية منافسة الرمي بالبندقية الهوائية لعشرة أمتار، ليطرح السؤال حينها: هل ضيع التركي على نفسه فرصة التتويج بالذهب لو لعب بجدية أكبر؟ بكاء البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف تصدر عناوين الصحف والمواقع بعد ضمانها للبرونزية، تعبيرا منها عن الضغط الكبير الذي عاشته بسبب الحملة الشرسة التي شنت ضدها. الأمريكي ماكوين رفض اقتراح منافسه كيير لتقاسم الميدالية الذهبية خلال منافسات الوثب العالي، واقترح إجراء محاولة جديدة لتحديد فائز واحد. كيير نجح في تجاوز علو مترين و34 سنتيمتر، في حين فشل الأمريكي في ذلك ليضيع على نفسه فرصة كتابة التاريخ. الجمبازية الرومانية أنا باربوسو تحتفل بتحقيقها للبرونزية قبل أن ترفع رأسها نحو اللوح الإلكتروني الذي أعلن أن منافستها جوردان تشيلد هي الأحق بالتتويج بعد قبول التضمن المقدم من طرف مدربها. المفاجأة: الرومانية استعادت ميداليتها بسبب تأخر المدرب الأمريكي لأربعة ثواني عن الوقت المحدد للاستئناف المقدر بثلاث دقائق. قد لا يتسع المقام لذكر جميع الأحداث الجانبية التي حدثت على هامش المنافسات الأولمبية، لكن الأكيد أن أولمبياد باريس تعد من أغرب الدورات الأولمبية نظرا لتسارع الأحداث والردود، من أولى لحظات جدل حفل الافتتاح إلى ساعة إسداد الراية الأولمبية.